في الموسيقى وقت جانا التكنولوجيا خسرنا كثير من الشغلات الأصيلة في المقام والأغنية، بينما هالصناعات ثابتة وصادقة مع نفسها أكثر من الأغنية والموسيقى العربية. بعدين وقت كبرت زيادة قلت بدي أدرس موسيقى، الوالدة قالت ما بتصير تدرس موسيقى مشان ما تروح طريق الخلاعة والأرتستات والتياترو. يشهد الله. صار لي حظ منحة دراسة الموسيقى في القاهرة، طلع من حظي نجحت، راح درست هناك 5 سنوات. طبعا أنا كنت ميال 190% للأوركسترا الغربي ودار الأوبرا. بعدين رجعت لسوريا، جبت معي شهادة يعادل ماجستير كبير، مش شفت حالي بعرف موسيقى صغير هالقدر. ضحكت على حالي. اجا مطران شجاع كثير وبيحب الموسيقى اسمه يوحنا ابراهيم، هذا رئيس ابراشيد للسريان في حلب حاليا، بحب الموسيقى. قال كان عندك مشروع بدك تساوي نوتات، لازلت جاهز؟ قلت له ايه. قال بلش افتح لي